مش قبلاش عقلتك الهضره اللي قال هو، يا ما مشيتي اللي قال واش الهضره من الاول، ما واش قال لك انا خضروني، هو داك التخدير وداك السارقه وداك الشيء اللي قال كامل ما تيتقبلوش العقل. هو فيديو تبارطاجا فري، هذاك الفيديو تيبان تيقول شي حاجه حقيقه فيها، كان تيهضر تيعبر وشي تيهضر شي هضره ماشي شي اللي هو اصلا الهضره ديالو واقيلا هكاك. المهم داك الشيء اللي قال كامل تيبان لي انا غير خيال ديال عقله في الاخر، اللي قال لك انا الدراري داروا ليا فعلوا ليا، وما داك الدراري بارطاجاوه، شتو داك التصوير ديالو، صوروا هذاك الشيء بعدا كاين الحقيقه ديالو كيفاش داير هذاك الانسان، كيفاش العقليه ديالو كيفاش دايره وكيفاش هو عنصري. من هذا المنبر بغيت نقول بان ما كايناش الثقه، حقاش هو كان جالس مع الاصدقاء ديالو وصوروه، الوغ العيب ماشي فيه هو، في هذاك لا بيرسون اللي صوروا. واخا ان داك الموضوع كان يمكن كيف ما قالوا هو شي موضوع اللي كان ما خصوش يتقال وهو قالوا، ولكن انا بغيت نقول من هاد الناحيه يمكن هاد الفيديو علمنا كاملين بان ما كايناش الثقه، هو غلط 100% وحتى اللي معاه غالطين، هادشي اللي نقدر نقول في هذا الموضوع. الراي ديالي اخويا هاد الهضره ما كايناش، يمكن عنده شي حقد من داك من الملك من هادي، داكشي علاش خلاته تقول داك الهضره، هذيك هضره غير منطقيه، بنادم داير شغلو واصل وتيبغي فهمتي تيبغي يقول شي هضره اللي ما كايناش. بنادم بنادم راه اغلبيه دابا كاع اللي هادي راه ولاو يشادين فيه، حيت هضره كون كانت هضره اللي معقوله ما يشدش فيه المغرب. اش نقول لك، ما كانش عليه يقول هذيك الهضره، تيبقني يكون وقع غلط. شفت ان امين راه غير بهضره وقال ان داكشي مفبرك وكذا، انهم بدلوا ليه الصوت باغ دي لوجيسيال وكذا، ولكن ما نظنش نظن الهضره كاينه، هو اصلا سيد كبير ومريض اذا معذور، نقدر نقول انه معذور، ولكن ما نظنش انه ما كانش عليه يقول هذيك الهضره صراحه. هذا غلط كبير دارو، قدر يخلص عليه، قدر يتخلص عليه بزاف وبزاف وبزاف. كفنان داك السيد هذا فنان كبير يعني وقديم في الدومين، خاصو يكون بعيد كل بعد على العائله الملكيه، ما كانش خاصو يقول ديك الهضره، واخا انه كيقول انا زعما ماشي بخاطرو كان حقا مخدرات ايتو هذا، ولكن كتبقى العائله الملكيه بعيده كل بعد على داك السوجي، انه باش يهضر عليها بحال هكاك بديك الطريقه وهذا بعيد كل بعد، ما كانش خاصو يهضر بحال هكاك. وعاوتاني نشوفوا شنو كاين، ما عرفناش بالضبط شنو السوجي الداخل ديالو، شنو واش سي فغي كو داك السيد مخدر، واش هذا، ولكن اون توكا ما كانش خاصو يجبد العائله الملكيه في كلا الحالات. ولكن هو واخا ان داكشي اللي قال غير تخربيق، ولكن خاصو يتعاقب السيد اللي صور داكشي، حيت ماشي من حقه يصور، علاش من حق عنده انك تجي وتصور الراجل وتصور انه ما عارفش راسو كيتصور وانت صورتي، يعني حتى هو خاصو يتعاقب، ما عندوش الحق. بالنسبه للفيديو كامل شفناه وتفاجئنا من ديك الهضره اللي تقالت، هي ما خاصش واخا ممثل ما خصوش يقول ديك الهضره، ديك الهضره كتمس المقدسات ديال الدوله اللي ما خصهاش تمس، و تنشوفوا باللي راه دابا تدخلت فيها الجهات الامنيه، يعني هي اللي غادي تشوف شنو هو المشكل. بالنسبه للفنان، هو فنان تنعرفوا داك الشيء، ولكن مس واحد المقدسات ما خصهمش يتقاسوا، اللي هما جلاله الملك، و تنتمناو يكون شي حل ما يتأذى فيه حتى شي طرف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.